واخيرا الاجازه جت وخلاص امتحانات، واول ما الاجازه بدات كل الشغف اللي كنا عايزين نعمله في الاجازه اثناء فتره الدراسه اختفى، والاجازه بقت ممله جدا. يا ترى هنعمل ايه؟ ده هنتكلم فيه في حلقه النهارده، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا بكم مره اخرى في سكان. حلقه النهارده حلقه فريده من نوعها لان كل الطلبه مستنيينها، وخصوصا الطلبه اللي لسه مخلصين امتحانات. وزي ما حضراتكم شايفين تحت بعنوان حلقه النهارده بعنوان هنعمل ايه في الاجازه. في البدايه لازم نعرف يعني ايه اجازه، يعني ايه كلمه هوليداي او معنى الكلمه لا فيكيشن، يعني ايه اجازه. ولما سالنا الكامبر الدكشنري قال ان الاجازه هي الوقت اللي انت بتقضيه بعيدا عن الشغل او الدراسه، اللي هي بتبدا في شهر يناير او 12، اللي هي على حسب اختلاف اجازه نص السنه او اجازه اخر السنه. وعموما قال لك ان الوقت ده بتقضيه في الترافل او ريلاكس، ان انت بتسافر او بتنزه نفسك. يعني تعريف الاجازه قال لك ما تقضيش وقت في التعب او الشغل او الدراسه او انت بتجهد نفسك او انت بتتعب نفسك، ولكن قال لك ان انت بتعمل تنزه نفسك عن طريق الترافل او ريلاكس، ان انت بتريح نفسك او بتسافر لاي مكان زي المصايف او اي حاجه انت بتحبها. الاجازه هي ان انت تخرج الكبت اللي جواك اثناء فتره الدراسه. فتره الاجازه من الفترات المهمه جدا ان انت تعد نفسك بدنيا واجتماعيا ونفسيا لفتره الدراسه القادمه. ما ينفعش تكون خارج من فتره دراسه صعبه جدا وفتره الاجازه تتعب نفسك سواء نفسيا او بدنيا. فتره الاجازه ان انت تعد نفسك كويس جدا وتكون صافي ذهنيا لفتره الدراسه القادمه. طب ايه ده، انا برضو ما عرفتش اعمل فتره الاجازه. سهله طبعا، بعد ما انت نزهت نفسك وسافرت ولعبت وعملت كل اللي انت عايزه اللي هو اصلا ما حصلش، نيجي لحته مهمه وهي هعمل ايه في الاجازه. طبعا فتره الاجازه انت مثلا لو انت مثلا يعني سافرت او لعبت او عملت كل حاجه، هيكون فاضل معاك مده لا تقل عن شهر. يعني انت اكيد مش هتسافر الثلاث شهور اجازه هتلعب وتسافر، اكيد معاك شهر او شهرين على الاقل فتره الاجازه الباقيه. هنعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. ودلوقتي هنتكلم بالتفصيل الممل، هنعمل ايه في الاجازه. هنعمل ايه في الاجازه؟ هنعمل اربع نقط بالظبط. اول نقطه مارس، ثاني نقطه اتعلم، ثالث نقطه طور، رابع نقطه اكتسب. واول نقطه معانا وهي نقطه مارس. مارس ولا ابريل؟ ماشي، اول نقطه معايا نقطه مارس. طب هنمارس ايه؟ هنمارس هواياتك المفضله ايا كانت ايه هي الهوايه دي، سواء كانت كوره او رسم او ايا كانت ايه الهوايه دي اللي انت بتحبها. اهم حاجه تكون انت بتعمل حاجه انت بتحبها، لان انت هتستفاد ان انت بتقضي وقت ممتع في هوايه انت بتحبها. لما الواحد بيعمل حاجه هو بيحبها بيطلع كل حاجه اللي عنده ان هو يطلعها حاجه بروفيشنال. فدي كانت اول نقطه معانا، ان انت هتمارس هواياتك المفضله. تاني حاجه معانا وهي اتعلم. طب هتعلم ايه؟ هتعلم لغه جديده، سواء كانت هي لغه البرمجه اللي هي لغه الكمبيوتر. طبعا اللغه دي هي لغه المستقبل، لان كل التكنولوجيا دلوقتي مستخدمه على اللغه دي. هتعمل بقى تطبيقات او هتعمل مواقع ايا كانت، وده مجال كويس جدا للناس اللي بتحب تكمل فيه. او هتتعلم لغه جديده سواء بقى الماني ايطالي اسباني اي لغه انت بتحبها، او هتطور من اللغه اللي عندك سواء كانت العربي او الانجليزي. تالت نقطة معانا وهي نقطة تطور. هتطور ايه؟ هتطور نقطة ضعف اللي انت فيك، اللي انت شايف نفسك مش كفء فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت شايف نفسك ان انت ضعيف في الانجليزي، او المهارة عندك اللغة السبيكنج او الرايتنج او الكونفرزيشن ايا كانت هي ايه في الانجليزي عندك مش كويسة، هتبدأ تاخد كورسات ان انت تطور الجزء اللي انت واقع فيه. طب مثلا بعيد عن الانجليزي، لو انا من الناس اللي هي بتحب ترسم بس الرسم بتاعي مش بروفيشنال مش كويس، فممكن ابدا اخد كورسات تطور الرسم عندي. طب لو انا من نوع الناس اللي هي بتحب تكتب زغرف، اللي هي الزغرفه لو انتوا عارفين اللي هو خط الزغرفي، الخط العربي المزغرف او الانجليزي، لو انا خطي مش حلو قوي ممكن اخد كورسات تطور المهارات اللي عندي. اهم حاجه تاخد كورسات تطور نقطه الضعف اللي عندك ايا كانت هي ايه. ورابع نقطة معانا وهي النقطة الأخيرة وهي نقطة اكتسب. طب إيه الفرق بين اكتسب وطور؟ طبعا الفرق بين إن اكتسب إن أنت بتكتسب مهارة جديدة ما كانتش موجودة عندك، عكس طور إن هي المهارة عندك ولكن أنت بتحاول تطورها للأفضل. طب هنكتسب مهارة زي مهارات إيه اللي ممكن أكتسبها؟ أول مهارة زي مهارة البابليك سبيكنج، مهارة البرزنتيشن، مهارة التفاوض، مهارة التواصل وغيرها كتير. طب أكتسبها إزاي؟ يعني مثلا مهارة البابليك سبيكنج أو البرزنتيشن، إن دول أهم مهارتين لازم احنا كطلبه جامعيين او ما بعد الطلبه الجامعيين لازم نكتسبهم. ليه؟ لان كتير في الكليه بيطلب مننا ان احنا نعمل برزنتيشن ونقدمه. يعني هنحتاج مهارتين، مهاره ان احنا نعمل برزنتيشن يكون كويس يعجب الطلبه ويعجب الدكاتره ان هم يقبلوا مننا البرزنتيشن، وتاني مهاره ان هي مهاره البابليك سبيكنج، ان احنا نتكلم قدام الدكاتره وقدام المعيدين. كتير مننا لما حد يطلع يقول البحث اللي هو عامله او البرزنتيشن يكون بيتهته، بيكون خايف مش على بعضه، ان هو ما عندوش الجرأه ان هو يتكلم قدام الناس دي كلها. فدي مهاره مهمه جدا جدا ان احنا نكتسبها. طب نكتسبها منين؟
نكسبها عن طريق الكورسات سواء اونلاين او اوفلاين، او عن طريق ان احنا نصاحب ناس عندهم المهاره دي. يعني مثلا انا واحد صاحبي عنده مهاره الالقاء كويس، اقول له هو انت بتلقي الالقاء كويس ازاي؟ هيقول لي 1 2 3 ما تخافش، جرأ نفسك، طب جهز السكريبت، طب 1 2 وهكذا. طب ايه المهارات الثانيه اللي ممكن برضو تكون مهمه جدا جدا ولازم نكتسبها؟ زي مهاره التواصل، مهاره التفاوض، واهم مهارتين هو مهاره حل المشكلات واتخاذ القرار. كتير مننا ان احنا قابلته مشكله زي اي مشكله بتقابل اي انسان، بس مش عارف يحلها، في نفس الوقت مش عارف ياخد قرار تجاه حاجه معينه، فدي بتعمل له مشكله نفسيه كبيره جدا، ان انا مش عارف احل مشكله ومش عارف اخد قرار. فدي لازم المهارات دي نكتسبها، سواء زي ما قلنا عن طريق الكورسات، او عن طريق ان احنا نقابل اشخاص ناجحين في حياتهم يساعدونا ان احنا نكتسب المهارات دي منهم. طبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وطبعا لو انت على الفيسبوك اعمل لايك وشير. كده تكون حلقتنا خلصت، واشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.